بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المتابعين والمتابعات لقناتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. فيديو نهار اليوم خاص بملف مسابقة الأساتذة، ملاحظة بالنسبة للتسجيلات لم تبدأ بعد حسب ما صرحت به مختلف الجرائد. التسجيلات الخاصة بمسابقة الأساتذة ستكون منتصف شهر ماي المقبل بإذن الله. على بركة الله نبدأ بأهم الوثائق المطلوبة للتسجيل في المسابقة. أولا، طلب خطي للمشاركة في مسابقة التوظيف. ثانيا، استمارة على أساس شهادة موقعة ومرفقة بصورة شمسية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من المؤهل المطلوب مرفق بكشف النقاط، كذلك بطاقة إقامة، شهادات العمل والمقصود بها هنا الخبرة المهنية إن وجدت، إثبات الدراسات أو الأشغال المنجزة من قبل المترشح إن وجدت كذلك عفوا. ملاحظة، كما سبق وأن ذكرنا، التسجيلات مغلقة الآن إلى أن يتم الإعلان الرسمي عليها من قبل الوزارة. إلى هنا أكون قد انتهيت من فيديو اليوم. لدي طلب صغير، لا تنسوا فقط الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم فيديوهاتي لحظة نشرها. شكرا، السلام عليكم. صح سحوركم مع فيديوهات أخرى في الأيام المقبلة بإذن الله. انتظروني ومع السلامة.